أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: أنا مقيم في الرياض وأذهب إلى القصيم في 3 أيام أو 4، هل إقامتي في القصيم يجوز لي أن أترك سنن الرواتب؟ وهل هناك وقت محدد لهذه السنن الرواتب؟ إن كان استقرارك في الرياض وأن تذهب للقصيم زيارة فقط، واستقرارك الدائم في الرياض، فأنت مسافر إذا ذهبت إلى القصيم، وإقامتك 3 أيام لا تقطع السفر. ولكن يجب عليك أن تصلي مع الجماعة في المسجد وتتم الصلاة مع الجماعة، لا تصلي وحدك وتقصر والمسجد إلى جانبك تترك صلاة الجماعة، هذا لا يجوز. صل مع الجماعة في المسجد القريب منك وأتم الصلاة معهم. أما لو فاتتك الصلاة أو ما عندك مسجد قريب ولا تسمع أذان، فإنك تصلي قصرا. نعم.